هاي، ملايين الناس بيقطعوا الجسور يومياً بكل أنحاء العالم. رومان القدامى عمروا برج كارافان فوق نهر إزمير بتركيا سنة 850 قبل الميلاد، ويعتبر أقدم جسر بالعالم بحسب كتاب جينيس للأرقام القياسية، عمره 3000 سنة. أما جسر تزاوتزو فهو أقدم جسر متماسك بالصين وأقدم جسر حجري بالعالم، ما زال صامد بعد حوالي 1400 سنة على بنائه. جسر مورتزيتشي هو أول جسر حديدي ملحم بالعالم، صممه المهندس البولندي شتيفان برايلا سنة 1927. كان يستعمل لتنقل السيارات واليوم محصور بالمرة. جسر هاربر بسيدني ممكن يرتفع أو ينخفض بقياس 18 سنتيمتر بحسب الحرارة يلي بتساهم بتمدد الحديد أو اشتداده. من قال أنه أعلى جسر بالعالم هو بيبانجيانغ بجنوب غرب الصين وبيرتفع حوالي 565 متر؟ أنا قال، أشوفكم بكرة.